موجود في تونس الايام هذه، قاعد يقوم بجولات عديده في كامل تراب الجمهوريه. اليوم باش نحكيو معاه على النشاطات نتاعو، على المظاهره اللي عملها، نحكيو ايضا على جديد نتاعو، رايه في اللي قاعد يصير. السيد الهشمي الحامدي رئيس حزب تيار المحبه. اهلا وسهلا بك، نورتنا سي الهاشمي رئيس حزب تيار المحبه. ساعه قبل ساعه الجمهور نحب يسالك. الحمد لله لاباس. الحمد لله لاباس. رئيس حزب تيار المحبه اللي هو عوض العريضه الشعبيه في مايو 2013. نشط برشا الايامات هذه في الشان الاجتماعي، في الشان السياسي وغيره. معناتها تحرص انك ديما تدخل في كونتاكت مع العباد، تمشي المناطق النائية في اي اطار. هذا نشاط سياسي، نشاط انساني، وين تحطه سي الهاشمي؟ عندي رسالة انا وانت والناس اللي هنا محظوظين اننا في البلاد العربية الوحيدة اللي ربي اكرمها بالحرية بالمعنى الحقيقي للكلمة. في بلدان كثيرة برنامج كما برنامجك هذا ما يمشيش، مستحيل. عملنا مظاهرة ضد ترامب الوحيدة في العواصم العربية أصلا. لكن عندنا مشاكل أيضا، عندنا الحرية لكن مازلنا ما عندناش الحد الأدنى من مقومات عيش كريم لكل مواطن، مازال ما عندناش خدمات صحية باهية، نظام التعليم تاعنا ينهار، عندنا برشا ديون، عندنا برشا مشاكل. رسالتي أنا هي كيفاش أعيد الأمل للشباب التونسي والشعب التونسي بأننا رغم كل صعوباتنا الحالية نقدروا نخرجوا من الأزمة اللي نحن فيها، كي نعملوا كما عملت الدول الاخرى المتحضره المتقدمه، واللي هو مشات بالعدل والشفافيه وحكم القانون. كي نبطلوا نحتاجوا البيستون والرشوه. انا بالنسبه لي ثلاثه حاجات ممكن تغير تونس تغيير جذري وتخليها بلاد نحن نفخر بها وهي تفخر بنا والجيل اللي بعدنا تفخر به، اللي هي التشغيل، كون ناكدوا على حق اللي جاء في الدستور في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، كل تونسي عنده الحق في العمل، واذا ما وفرناش الحق في العمل نوفروا له منحه بحث عن عمل. بريم دو شوماج يسموها غادي، بس احنا نعملوها انا نسميها منحه بحث عن عمل. الحاجه الثانيه، لازم كل تونسي عنده الحق في التغطيه الصحيه. كونه واحد يولد فقير، كونه بيرانيا ومرانيا كانوا فقراء في عند راهم وما يعطوهم دفتر علاج الا بعد ما تموت رانيا، هذا ما يليقش بنا احنا كشعب تونسي. هو عندهم دفتر هناك، ما اشنع عندهم دفتر علاج ما عندهمش مستوصف مره في الجمعه. بالاضافه للخدمه الصحيه اللي منها البنيه التحت، البنيه التحت الخدمات الصحيه كلها الناس كل تشكي منها. نحبوا مش بس دفتر علاج، لكن لازم كي تمشي للسبيطار مش تعمل بعد الشر عليه وعليك على السامعين تعمل سكانير ما يقولوكش ارجع بعد 6 شهور. والحاجه الثالثه، لازمنا ننقذ، لا مستقبل لنا الا بالتعليم. نحن يعني نختصر كل وضعنا في ثلاث حاجات، التشغيل، الصحه، التعليم. الان في وقت سابق كانت المدرسه العموميه هي المدرسه الاساسيه، كان الناجح والباهي في قرايته تلقاها في المدرسه العموميه. الان الناس ولوا يمشوا المدارس الخاصه ولا تكثر، الاغنياء يقرروا ذريه موحدهم، والفقراء مثلا العام اللي فات في القصرين نجحوا من 100 واحد تعداوا البكالوريا نجحوا 11 فقط. اذا ما صلحناش التعليم العام كما في بريطانيا مصلح كما في كوريا الجنوبيه لا مستقبل لنا. فانا نحب نحث الشباب التونسي والشعب التونسي وجمهورك اللي يسمع برنامجك انه كلام الياس، وانه السياسه ما فيها حتى فائده والسياسيين كل ما يصلحوش وخلاص والبلاد معناها ما عاد فيها حتى امل، هذا لا ينفع ولا يقدم ولا اخر. يظهر لي انت وترامب عندكم نفس الكره للاعلام سي الهاشمي. لا لا انا تقريبا انا الاعلام النقمه مش الكره، النقمه. هو لما يقول ترامب لما يجي في مؤتمر انتخابي ويعمل لك These are the bad people. يتلفت الاعلاميين، هؤلاء هم الناس الاشرار. انا صحفي يعني بحط روحي مع الصحفيين مش مع ترامب. انا نحس انه ثم عقده. نحس انه ثم عقده، ثم ايام بروبليم، ثم مشكله. نظريا نقول في خاطري انا زميلهم الاعلاميين. وانا ندافع على حاجات معقوله جدا، حاجات عمليه. لاني مشغول بحكايه عرك الجبهه والنهضه، لاني مشغول بالاوهام الايديولوجيه نتاع الشباب الجامعه عام 80، انا مشغول بدفتر علاج وحق في الشغل وتعليم باهي. علاش الاعلاميين ما نقول انا في خاطري، علاش ما يقفوش معايا؟ علاش ما وكل ما نجي عند واحد منهم يقول لي شعبوي شعبوي شعبوي. فلذلك انا يعني كي تقول الحق في الشغل عباره عن قلت باش نخدم مش 400,000 باش نخدم 800,000 في البطاله. معناتها انت زاد الصحه والشغل هذوما معناتها يحاربوا فيهم من الاستقلال لليوم. نعطيك مثال، انت عندك ورقه الان وقلم امامك، لو كان تحسب انت 500,000 شخص، لو تكتب 500,000 وتضربها في 200 دينار
وضربها في 200 دينار وبعدين ضربها في 12 شهر، تطلع هذه في الشهر بشهر واحد 100 مليون دينار، في 12 شهر 1.2 مليار. العام اللي فات انا قابلت الحبيب الصيد كما قاعد نحكي انا وياك، قابلته رئيس حكم. الحبيب الصيد وقتها يحب يعطي تقريبا مليار دينار لثلاثة بنوك اعطت ديون معدومه، ديون فاسده لرجال اعمال وما خلصوهمش. لو كان انا جيت في بلاسته، اجماعه ما خلصوش الديون نعمل عقله على املاكه. عندي الحق نعمل عقله بالقانون بالقضاء. ونرجع لحظه، والمليار نخدم به 500 الف نعطيهم، كي يحب يركب من سبيبه للقصرين باش يعمل مناظره، كي يحب يطلع من القصرين لتونس لانه ثم كونكور، الركوب ما عندوش. نظريا كلامك ممتع، ولكن كي تقول لي الرشوه نقضيو عليها باش فيك، كي تقول لي الرشوه وكذا معناتها راهو شنطيات كبيره تحكي عليها ببساطه. من هنا تهمه الشعبويه، هو يقول لك انك كلام انك تلمس في مشاعر، دغدغ في مشاعر التونسي. اليوم التونسي صرحها معاك صحيح في مخه، احنا في بريطانيا معناتها، ولكن الواقع راك تشد رئيس. هل تقدر كرئيس دوله انك تقابل كل بطال معناتها او تلقى له حل او غيره؟ معناتها راهو نظريا كلامك صحيح، تطبيقيا كيفاش تعمل؟ على الاقل مع تعمل بروجرام، تعمل لي بروجرام على خمس سنين على 10 سنين كذا. انا نحط الهدف نتاعي، انا نقول نحب نمشي انا مثلا وثلاثه اربعه من اصحابي، نحب نمشي للتطوعين عندنا خدمه باش نصور برنامج غادي مثلا، ما نعمل ترتيباتي ونكري الكهرباء باش نمشي بها ونعمل اموري. انا هدفي نقول الشعب التونسي لازمنا كل تونسي نعطوه يا العمل يا الحق في العمل. دونك هذه تترتب عليها اشياء، كي نجيو نناقشوا في الميزانيه الاولويه للمليار و200 مليون دينار قبل ما نعاونوا الباعثين العقاريين اللي يحب يعاونهم تو يوسف الشاهد، قبل ما نعاونوا البنوك اللي سلفت طرابلسيه وما رجعتش فلوسها. فهي كي تحدد هدف، كي نقول الصحه، كي نقول لازمني نعطي كل تونسي دفتر علاج ولازمني نصلح الوضع نتاع الصحي، انا عندي الخطه احسن طريق يا نوفل باش نصلحوا السبيطارات، انه ولد الباجي يداوي فيها، وانه الغنوش يداوي فيه، وانه نواب اعضاء مجلس النواب الشعبي في يداوي غادي وقتها اش يعملوا هما؟ ما هو توا هذا نائب مهم يجي للسبيطار يقولوا له الماكينه دي نتاع السكانير مكسره، يولي يكلم وزير الصحه ديريكت يقول له حاضر رزقيني يا خويا سامحني غدوه نجي واحده جديده. يمشوا مع الشعب يصلحوا المدارس نفس الشيء. انا نحب نعطيهم كيما في بريطانيا، شوف مرات تطلع في المترو تلاقي ديفيد كاميرون رئيس الحكومه السابق راكب معك في المترو. علاش احنا ما نكونوش كيما بريطانيا في العدل في الشفافيه؟ العدل بس العدل، مانيش طالب منكم فقط العدل وحكم القانون. ارجع بيا للواقع شوي سي هاشمي، هل تعتقد انه مدير السبيطار عنده البيدجي وما ما دفعش؟ هل تعتقد انه اليوم انه رئيس حكومه ايا كان توجهه، مانيش نحكيو على اللي تو على اللي ما جربت حكايه ال 200 دينار واثبتت انها فرتت الفلوس في الفارغ، انت سياسي من قبل معناتها تبارك الله، مع هو حتى ولو كنت متخبي في شكل اعلامي ولكن كنت سياسي. مرة مع بن علي مرة ضده، مرة مع النهضة مرة ضدها، مرة تؤمن بالشعب مرة تقول عليه غبي، مرة مع ترامب مرة ضده، مرة تساند البيجي مرة ضده، في الجامعة كنت خطيب في جامعة في منوبة وتكتب في الصباح، مرة تعتزل السياسة مرة ترجع، مرة مع السعودية مرة ضد إيران، مرة اعتزلت مرة رجعت. يعني كلمتك تميل مع الريح يا سي الهاشمي، معناتها شنو الكلمه اللي انت قلت؟ اعطيني موقف ثبت فيه بعد 10 سنين نفس الموقف. اوكي كلمتي كلمتي تميل مع الحق. مثلا الحق يميل هو؟ لا لا انا كلمتي تميل مع الحق، يعني وين الحق يكون؟ الحق ثابت يعرف، لكن انا وين يكون الحق نمشي معاه. يعني مثلا انا نفترض صديق النوفل الورتاني، لكن لو الحق جاء في غير موقف نوفل يلزمني معزتي لنوفل ما تخلينيش نجامله على حساب الحق. فمثلا انا كي كان بن علي يحكم عشت في الخارج، لكن قلت لبن علي اعمل مصالحه مع الحركه الاسلاميه واعمل مصالحه مع السياسيين، شديت في هالموقف هذايا لحد اخر وقت بن علي ما غيرتوش. تونس محتاجه الى مصالحه وطنيه فيها كل الاطراف. هل انا نادم على هذا؟ لا انا لست نادما. خلينا ناخذ من 2011 مثلا باش نقربوها شوي. 2011 انا وقفت مع الصحه المجانيه، منحت البطاله، وقفت ضد الانقلاب في 2013، وقفت ضد صمت بورقيبه، وقفت ضد التغرغل الايراني. اعطيني موقف واحد وقفته. هذا ايش علينا؟ فوالا خلي تقدرش تتذكر توا الحق هو فما نظره ذاتيه، هذا الحق ولا مش انا نقبل نظرتك انت؟ ليش ليش لا لا يا نوفل انت ما عندك نظره ذاتيه الحق ولا انت عندك؟ اي كل واحد نظرته. تقدرش تجيب لي من 2011 لليوم موقف واحد تتذكره
ضد الحق انا وقفت به. لا معناتها بالعكس، انت يقولوا انه كلامك مثالي جدا ولا يطبق على ارض الواقع، هذا يلام عليك لانه كلامك مثالي. لهنا التهمه بالشعبويه سامحني بن ظفرين مش معناتها انك تجي ضد الحق، انك بالعكس تقف ضد، يعني تجي مبادئ عامه، الحق في الصحه والحريه والعلاج والتعليم، وتجعلها برنامج انتخابي اللي هو صعب تنفيذها. لهنا السي الهاشمي ربما يا اخي بخلاف وسائل الاعلام اللي ظلمتك وحسن الزرقوني اللي ظالمك، يا اخي ما تعملش مراجعه ذاتيه، ما تقولش انا عملت كل شيء باش التوانسه ينتخبوني، ما انتخبونيش، خلي توصل لي رساله الشعب التونسي ونصلح شويه، عملت كل شيء معناتها مشيت للزواوله صورت روحي، غنيت، شطحت، بكيت، كليت الكافتاجي، عملت كذا، شكرت، ذميت، وما انتخبنيش الشعب التونسي. يا اخي ها مشكله السياسيين، اسمح لي بعد اذنك، انه ما فماش مراجعه ذاتيه. يا اخوي الاعلام ظلمك نتفقوا، حسن الزرقوني وجه راي العام نتفقوا، ولكن اين مراجعتك؟ ما تراش تقول انا مثلا علاش توانسه ما صدقونيش، علاش عاقبوني في الانتخابات اللي انت كنت ماشي في مخك ربحها مباشرة، عبارة عن برشلونة 3-4 من عند بي اس جي، ماشي باش تربح 3-4، معناتها شنية مراجعتك الذاتية معناتها؟ الآن علاش ما انتخبونيش التوانسة؟ كي تغزر قدام المراية سي الهاشمي وتقول علاش التوانسة ما انتخبونيش، شنو تجاوب روحك؟ بكل صدق مش قدام الإعلام. شوف أنا الآن وحدي كما قلت لك قدام المراية، أو لما نكون قاعد مع بنتي نورة صغيرة مثلا ربي يفضلها عايش في لندن ونفكر، أنا نقول إذا استطعت فيما تبقى من عمري ربي يطول في عمرك إن شاء الله أنا أفتك لفقراء تونس دفتر العلاج وحده فقط، هذا سيكفيني هذا شرفا إن شاء الله ألقى به الله عز وجل فيدخلني به الجنة. هل تعتقد أن التونسي ما انتخبكش لا لأنه لا يريد دفتر علاج؟ لأنه لا يصدق أن كل مواطن شيء يداوي بلاش. تو الآن في تونس كالآتي، أنت مثلا عندك الكناء افتراضا ولا عندك كلينيك خاصة، لكن بيرانيا هو الواقع وامها ما عندهمش جات العلاج. فما شكون يعتقد انك تحب توصل للحكم بهذه المآسي باستعراضها الدائم؟ لا انا فدوا هما لانه جاوا قبلك سياسيين وهما فدوا. لا كنت جا قبل، جا قبل النهضه حطوا في اطاره يا سي الهاشمي. كلامك سياسي، انا نقول لك من اجل وصول للحكم، طيب مش من اجل اصلاح المجتمع. انا نقول لك حاجه، انا مستعد والله العظيم، انا مستعد في برنامج لاباس مستعد نجيب عدد المنفذ هنا بحضوره ونوقع على وثيقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي ما بقي لعمر، مقابل أن الحكومة تعطي حق التوانسة في العمل والصحة وتهتم بالتعليم. أنا يهمني رسالة، يهمني أني نضغط، وبالمناسبة راهو احتمال ضعيف أني نولي رئيس جمهورية، أنا هكا رأيي، لكن أنا قررت انه في لما انت تستضيفني ولا لما يستضيفني اي حد ثاني، لما انا نتكلم في الفيسبوك ولا في التلفزيون، انا ساضغط على الطبقه السياسيه وساطلب حقوق الشعب مهما كلفني ذلك في اطار القانون والدستور. واملي كبير انني حتى لو لم احكم ساضغط عليهم ساحاصرهم. مثلا الان لما قلت يجب على الحكومه والنواب انهم يتداووا في المستشفيات العموميه، انا متاكد انه حتى رغم الاعلام يتجاهلني فيها، بعد شويه توانسه كيفكر يقول والله كلام معقول. لا هي فكره طيبه. يقول لك علاش نعملوا ايش؟ تو نضغط عليهم يقول الحكومه غير تستقيل، الحكومه غير تستقيل. فما زوز طرق، يا اما نقول انا مصلح ونحب نحسن، اي نعم، نعمل جمعيه، نعمل منظمه، نعمل مؤسسه، والا نحب نوصل للحكم نمشي في السياسه. يا سي الهاشمي ما فماش طريق وسط لهنا، ربما اللي يخلي التونسي حاطك مع كل السياسيين اللي فادت منهم هو انك تحكي برشا مثاليات، نحب الصحه والناس كل تحب الخير ونحب الصحه ونحب نقوم الصباح نلقى شكاره فلوس تستنى فيها، ولكن تحب انت مصلح اجتماعي اعمل جمعيه وقول لا ارمي الترشح لاي منصب سياسي، ولكن ما دامك ماشي في السياسه الهدف، وهذا ليس عيب، هو الوصول للحكم من اجل تطبيق برنامج معين، هذا هو اللي لازم شويه صراحه مع الشعب. معناتها رو الشعب سامحني ليس غبي، لانه ريتو توا اللي حتى كان انتخبتك وكذبت عليها هاي تحطت هنا، المره الجايه النتيجه باش تتبدل. هذا هو شنو يقول سي الهاشمي، تقول في كلام ليس واقعي ولم تتغير. يا نوفل نقول لك حاجه، اسمع صدقني يا نوفل، اولا ناكد لك احنا اول مره نتقابلوا في حوار، والجماعه اللي سامعيننا هنا ومشاهديك، والله لست كذابا. لا نحكي لك، لا نقول لك حاجه، ابوي الله يرحمه، يوسف الله يرحمه، رباني على يعني المحافظة، فبشكل عام والله التوانسة في اليوم في الطبقة السياسية، والله لو أعلم أحدا في الطبقة السياسية الآن أحسن مني وأفضل مني للبلاد والله سأؤيده، هذا اعتقادي الشرعي.
معناتها انت الافضل تونس. انا كامل. الان اليوم الراه في نفسي افضل في كل افضل واحد مش عملها. الان الان افضل واحد ولد في يعرف معاناه الفقراء ويدافع عليهم ومش شبعان. انا مره يا نوفل مره مشيت رجل اعمال مشيت رجل اعمال قروض باش يبنيو مشاريع ويحركوا الدوله الاقتصاديه. يا نوفل مشيت رجل اعمال مره في الحمامات. مشيت انا والاخ عصام برقوي كان معايا. مشينا سيدي قعدنا معاه تغدينا. قلت اسمع راهو جماعه الحزب عندي معناها متقلقين برشا ماناش قادرين نحلوا مكاتب وكذا والى اخره. وقالوا لي انك انت عاونت نداء تونس وعاونت النهضه. فهل انت عندك هالروح الطيبه معناها تعاون بها الحزب؟ عندك الحق في 60,000 دينار في العام حسب القانون. قلت له هاشمي والله انت راك تعجبني وما شاء الله عليك وكذا، لكن انا راهو عندي شرط واحد اساسي. قلت له تفضل. قال لي شرطي الاساسي انك انت موقفك هذا اللي هو ضد القانون مشروع الباجي في المصالح الاقتصاديه تغيره تولي معاه. انا كنت نحب نوري جماعتي في الحزب كيفاش المرضيه تمشي. رجعت للجماعه وقلت لهم شنو رايك في الشرطه هذه؟ قال لك لا اخويا نبقاو على من غير مكاتب ونبقاو على موقفنا. لحظه عاد ما تحكي لي في احاديث كان احاديث على عهد معناتها عهد مثالي وغيره بين. اولا شيطنه رجال الاعمال اليوم ما عادش توكل خبز يا سي الهاشمي. علاش؟ لانه الناس عاد تعرف اللي عماد الاقتصاد هما رجال الاعمال الوطنيين اللي يستثمروا في البلاد. ثانيا تقول لي ما حبوش الفلوس ونقعدوا هكا، اكثر نواب بيعت معناتها فيهم صار فيهم بيع وشراء هم نواب العريضه نتاعك. لكن شكون باع مش اي اي ايش علينا معناتها يا نوفل يا نوفل ما تخرجهمليش كل اللي قديسين ولا والفلوس. لا نائب تونسي اليوم يلقى فلوس يبيع ام وابو. سامحني معناتها سي الهاشمي. لا بس لا معناتها سي الهاشمي ما تصورهمش هكاك. ولكن لكن لحظه انت الان اليوم هذيك راهي المظلمه. المظلمه اللي سلطت علي انايا واللي المفروض الاعلام التونسي توا جاء الوقت باش يعترف ويقول راهو الهاشمي الحامدي حورب من طرف النهضة ومن طرف المؤتمر ومن طرف الإعلام ومن طرف اليسار. وقتها الناس كما يقولوا بالتونسي خذوا غندرة في نواب العدالة الشعبية. لأن أنا جبت مع شباب ثاني شباب فقير كثير منهم ما كانوش يخدموا. جبتهم لا مبادئ لا فهمني فهمني ما فماش مبادئ حزب ما فماش لميتهم يا نوفل كان عندنا كان عندنا يا سي الهاشمي. راك عملت تكوير نتاع حوم مش جمعية تترينا عندها عامين لميت أربعة في الحوم. هيا نمشيو للانتخابات. فما ناس أنت لا تعرفهم لا تعرف تاريخهم لا تعرف خلفيتهم عملت بهم حزب. يا نوفل يا نوفل راهو الشعب التونسي وقتها كان حالته بالصحة وحالته بالتشغيل، وانا الوحيد اللي عبر وقتها النهضه كانت مشغوله بامور النهضه والجبهه الشعبيه بالنهضه. كل الناس يحكوا على الصحه والتشغيل. فهمني لا يا نوفل صدقني الجبهه الشعبيه الان هدفها الاول هو حركه النهضه، موضوعها الاول. والنهضه مشكلتها مع اليسار. انا اللي مشغول بالشان الاجتماعي، الشعب التونسي ايدني عن طريق النظام اللي عملوه هما وقتها، نظام مجلس التاسيسي. كي جاء سليم الرياحي والبحر الجلاصي وغيره، بدل ما الاعلام يوقف يقول لا عيب ستوب هذوك نجحوا بصوات الهاشمي الحامدي، الاعلام استقبلهم وعملهم كالنجوم. فانا نحبك انت لمره على الاقل شويه تعترفوا انه هذيك كانت ظلم كبير بحق. الحاجه الثانيه لحظه كلمه واحده كلمه واحده رجال الاعمال ظلم رجال الاعمال رجال الاعمال نحبك نعطيك رجال الاعمال جبت ناس هكا وعملت بهم رجال الاعمال اسمعني ما هو لانه وقتها باعوك على خاطر الفلوس وقتها لان النهضه اسمعني النهضه وجماعه عملوا نظام مجلس تاسيسي سي الهاشمي كل حاجه يا النهضه يا الاعلام لا فهمني ما تنجمش تقول انا غلطت تسرعت انا جبت ناس طامعه في الفلوس خليني نقول لك حاجه خليني نقول لك حاجه يا اخي تو انا فهموني يا اللي يسمعوا فيا هل الخطا اني انا جبت ابراهيم القصاص مثلا وجبت حسن البدري كلمني بالتليفون وقال لي افكارك باهيه خلينا نكمل هل الخطا يكلمك بالتليفون انا فهمني انا في تونس انا مشيت على احسنت الظن بالتونسيين ورشحتها باش يدافعوا على البرنامج. هل الغلط في انا ولا في سليم الرياحي اللي اتصل بهم بعدين مثلا؟ سي الهاشمي ما تحكيليش ما تجيش في برنامجك قول بكل وضوح راني نحب على السلطه مستعد نخدم باي حاجه معناها يا نوفل خلينا نجاوبك سياسه ماكيافيليه مع اي طريقه نوصل بها للسلطه يا نوفل انا كان ممكن تكون مع حفل قائد سلسله صدقني انت كان عيط لك توا سي البيجي ويقول لك نحطك رئيس حكومه يولي اقوى رجل يا نوفل بعد الانقلاب نتاع السيسي جاتني دوله عربيه في مكتبي في لندن بالله الذي لا اله إلا هو عرضوا علي 30 مليون جنيه استرليني 30 مليون جنيه استرليني اللي هي 90 مليون دينار تونسي يعني 90 مليار مقابل أنني أنا نوقف نقدي للانقلاب في مصر. قلت لهم لا انا اعتقادي ان هذه نكسه للديمقراطيه في العالم العربي. الحاجه الثانيه احكي لي على الفلوس اسمعني سامحني سجل حاجه ترفض 90 مليار وانت ماخذ 150 مليون بن علي معناتها ماخذ من السودان لا تقبل لا تفهم فما فرق انه وزاره السياحه اليوم سلمى اللومي تقول لي سيدي هاشمي قناه المستقله مشاهده في السعوديه وفي الجزائر حط اعلان غادي عندي الحق
كيما انتم تبثوا اعلان انا نبث اعلان في شكل لا 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 اعلان لا اعلان انا كنت هذا يا نوفل يا نوفل يا نوفل يا نوفل يا نوفل لا يا نوفل يا نوفل يا نوفل نحب نجاوبك باش تصحح بالله خليني نجاوبك يا نوفل يا نوفل خليني نجاوبك لا فهمني لا لا صحوها اراضي اعطوها اراضي هنا للناس اعطوها مقاسم سكن نا تونس ما دخلتهاش لكن اسمعني الحكومة التونسية وقتها حبت تعمل إعلان على السياحة وهي تنفق إعلان السياحة في الجزيرة وفي المستقبل اسمعني يا عايش خوي وفي غيرها كما قلت يشرفهم يا 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 اسمعني الحكومة الحكومة جديدة هذه يا ابن الحلال اسمعني الحكومة جديدة تفهمني يا يا نوفل عايش خوي ما استحاش العين يا ما طعمت يا 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 حبيبي اسمعني يا حبيبي اسمعني يا ودي انقدت انا ولذلك لما جات الانتخابات اسمعني لما جات الانتخابات المنافسين نتاعي اللي هم النهضة واليسار والإعلام اللي كان يفرح بسقوط قائماتي فتشوا لي يقوليش كلمة واحدة في المستقلة عمرها كله ما لقوش جاوا الاتجاه المعاكس نتاع الجزيرة اللي أنا دعيت فيه للمصالحة الآن أنت قلت كلمة رجاء في البث رجاء ما تلغيهاش قلت أنك فلوسك في بريطانيا وما عملت حتى ما خدمت حتى واحد نتاع ملاوي هنا نحب نعطيك معلومة سيرج اسمح لي نجاوبك في 30 ثانية مشيت زرت عائلة شهيد من شهود من شهداء جنودنا الجيشنا الوطني في البنزرت قدم روحه في الشعامبي فداء للوطن لقيت عائلته في ظروف صعيبة جدا وباباه يعني من ذوي الاحتياجات الخصوصية قلت لهم كيفاش تعيشوا قالوا راهو ما الغالب كان هو يعيشنا شنو نقدرش نعاونكم بحاجة قالوا لي راهو كان نحلوا عطرية هنا ب 10 12 مليون تولينا مصدر رزق قلت لهم هذا 15 مليون ربي ان شاء الله يوفقهم بها مشيت لي انتقلت لي عائله جندي اخ لحظه بالله ما صورتهاش لا لا كل ما تعمل خير لا لا تصور بالكاميرا لا ما انا نجاوب على انا نعمل حاجات ثم تعمل خير والكاميرا تصور لا لا ثم كيما كل السياسيين شوف ثم خير نعمله وما نقولش عليه لكن ثم خير نعمله مخصوص باش يرد عليك انت هو الثواب ضاع طبعا يا نوفل انا ادرى منك من الشريعه الاسلاميه ربي عز وجل يقول ينفقون اموالهم سرا وعلانيه ان تبدوا الصدقات فنعما هي ربي عز وجل مرات حتى تعطي مثال انت سياسي تعطي مثال انا مشيت لمتاع السند هذا اعطيته 2000 دينار مشيت لجندي عائلة جندي شهيد في المكناسي شريت دار لباباه وامه مشيت لوليد في سوسة حاجته براس مال باش يبني باتيسري اعطيته راس المال اللي خدم به مشيت مره لسريانة نزور فيها نلقى واحد دهان قال لي سلهاش مي عندي عامين نجري ورا البنوك باش يعطوني الماتريال حق الفلوس اعطيته فلوسه جبته المكتب هنا واعطيتها له وانا وسعيد الخرشيفي كان بحذايا من العام السابق وفرحنا له وقلنا له برا ولدي نعم. ربي يوفقك والله يا نوفل والله يا نوفل لا يوجد يا نوفل خليه بينك والله يا نوفل والله يا نوفل لا يوجد مش كل عربي واحد يبيع في الشيخ والله لا لقيت واحد في ريانه يا بناتي واولادي مشى حاول الانتحار هنا علق روحه في بوتو وانتحر قاعد يتفرجوا عليه ناب ربي انقذ قلت له يا بابا علاش تنتحر قال لي ضاقت به السبل كي نعطيك شهريه تعيش منها اوكي كل قبله فانا نقول لكم حاجه والله يا نوفل ويا توانسه لا واضح. يوجد تونسي الان يصدق قوله فعله ولا يصدق فعله قوله كي ما لهاش من حد والله لا احب لكم من الخير وليس لي حاجه الى اموالكم سي الهاشمي لحظه ولا الى شهرتكم تحب السلطه ولكن تحب السلطه لا السلطه لانقاذ الفقراء الخطاب السلطه لاعطاء الحقوق للزواوله السلطه ليك السلطه لافتكاك حقوق الفقراء لانك متعطش للسلطه حق رانيا في الحياه الذي سرقت منها من الذي سرق من رانيا حق الحياه من الذي اعطى دفتر العلاج لوالد رانيا ام رانيا بعد ما ماتت تحب توصل لماذا يا بنتي لماذا لم يعطوا دفتر العلاج والديها قبل ان تموت هل يجب على الفقراء ان يموتوا ذريتهم حتى يعطون لك العلاج هؤلاء الناس الذين لا يسمعون ولا يعقلون ولا يرحمون وحتى لما حبيت نعمل عياده لناس عند راهم ونمولها من جيبي وندفع شهريه الطبيب وندفع شهريه الفرملي وموظف الاستقبال لكن الفقراء اعطوهم حق التداوي قالوا لي بالحرام لن نسمح لك باش ما يقالش الهاشمي الحامدي يداوي في الفقراء. لا سي الهاشمي من اين جاءت هذه الحكومه؟ من اين جاءت هذه القسوه؟ سي الهاشمي معناتها ما توصلش للسلطه زاد بمآسي الفقراء. لا واجب السياسي هو الدفاع. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه يجب عليكم ان تدافعوا عن فقراء وسوار البلاد يجب عليكم يا توانسه ان تدافعوا على ذوي الاحتياجات الخصوصيه هل من المعقول هذا واجب وشرف لحظه
تحتسلهاش. ليس من المعقول انك عاونت زوز ولا ثلاثه من الناس ولا حتى 20 عبد برشا برشا انك برشا ربي برشا ربي كبر في طاعته انك تحكي عليهم في لا التعليم. عندي الحق نحكي عليهم لما لا ثانيا انا قلت لك مشاريع لما صحافي يقول لي انت ما تعمل حتى شيء في بلادك لا مشروع لا يا حقولي لحظه لا انا لست تاجرا نقصد. انا نعطي الناس يعملوا مشروع وانا مش تاجر فوالا انا نعطي هو يعمل مشروع نعطي لعائله الشهيد تعمل مشروع وندافع على عائله من الذي دافع عن الجيش والامن في البرلمان غير هاشم الحمد ولماذا رفض النداء والنهضة وسليم الرياحي أننا نعطوا الجريح من أعوان الأمن ومن جنودنا في القوات المسلحة كي لما واحد منهم يتجرح نعطوه شهرية علاش بخلوا وصرفوها في صمت بورقيبة تثوروا عليهم تتكلموا بالكلمة الحق تقولوا بالطرق القانون والديمقراطية هذه الحكومة نكبة لتونس الجمعة اللي فاتت بالله الذي لا إله إلا هو هذه الحكومة كارثة على تونس سي الهاشمي سي الهاشمي راهو ماهوش وان مان شو عايش سي الهاشمي معناتها الحكومة مازالت كي صبت فلوس للعائلات الشهداء معناتها اعذر خطاب شوية مآسي الفقراء على شوية مراجع دينية اش تحبني نعمل؟ تحبني نعمل كرة؟ تحبني نجيب اش تحبني نعمل؟ هل أنت تنصحني نوف الوردي؟ هل شيء. تقول لي لحظة هل تقول لي أنت في السياسة لا تدافع عن الفقراء؟ لا ما هذا الاسلوب هذا يا سي الهاشمي معناتها فيه معناتها الاسلوب يعني هذا لما جيريمي كوربن في بريطانيا رئيس حزب العمال يمشي حتى هو للفقراء ويحكي معاهم ونقول له التاجر بهم كل السياسيين يتاجروا هذه الطبقه اللي سي الهاشمي نوف الغادلة. اسلوبك يصنع حقد لا ما يصنعش حقد يصنع العدل لحظه وقت اللي تتعاطف مع الفقراء من حقك اما تتعاطف وتقول لهم فلوسكم ياخذوهم بنوك فلوس. طبعا نوع من الحقد الاجتماعي تصنع فيه المهم توصل عندنا اولويه انت عندك اسلوبك بمعنى اسلوبك نوصل للحكم حقك انا مستعد انا مستعد لا لا انا مستعد والله الذي لا اله الا هو امام الشعب التونسي في قناه الحوار التونسي امام عادل المنفذ ومحامي نتنازل عن الترشح لرئاسيات 2019 ولاي منصب حكومي ما حييت بشرط لحظه بشرط ورجعت لا 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 انا نتنازل كتابيا لحظه بشرط ان الحكومه تعطي دفتر علاج للفقراء وتعطي الخدمه او منحه البحث عن عمل بجاه ربي للبطاله بجاه ربي حكومه اعطي دفتر علاج هي الدنيا وما نيل المطالب بالتمني الدنيا كفاح نضال كفاح مش خطابات مش تمشي للناس وتقبلها مش خطابات شكون غير انا مشى لمريم اللي ماتت شكون من السياسيين في تونس انت صحفي وتتابع وتجيب فيهم في برامجك من غيري زار وقدم واجب العزاء وتكلم مع الناس اهالي مريم اللي ماتت بوصفين في هذا العصر 40 تلميذ يا ناتي سي الهاشمي في عمار بعد اذنك 40 تلميذه وتلميذ جايبهم بوصفير من قله الماء في المدارس الماء الصالح للشراب مش موجود سي الهاشمي تواليتات نظيفه ماهيش موجوده سي الهاشمي نتكلم عليها نولي نتاجر بها لا الشعب التونسي يا رب يقولوا الحق تفهموه لحظه تفهموه تدوروا عليه هو تدوروا عليه في البرنامج اعلام انت تبارك الله تحكي عليهم ولكن كاعلامي كفنان كحاجه اما كسياسي راه وقال لك ما حدش اللي يتكلم ويعمل هكا فما نوع من السير جو مع المبالغه في والله يا نوفل يا نوفل هذا هو هدفي انا هذه رسالتي انا جيستيون بوليتيك باش تدافع على جماعه الامه حاب توصل للحكم ساعه متعطش للحكم والله يا نوفل متعطش في كل شهرين تهبط يا نوفل يا نوفل اسمعني لانه يا نوفل افهمني والله العظيم انا لست متعطش لحظه وقت اللي انا متعطش للحكم انا نحب السلطه السياسيه نحب الحكومه تعاون تقيم العدل لحظه تحارب الفساد هل العدل تو انت تحكي على لاتيسيو العدل انه عندنا فقراء وانت تاخذ في الميات الملايين من لاتيسيو ماهوش عدل هاو العدل هاو العدل جينا نحكي اليوم الحكومه التونسيه ماهوش عدل لحظه لحظه معناتها انت بن علي يعطيك في الفلوس وعندنا لا 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 لحظه اول شيء بن علي ما عطانيش فلوس اول حاجه بن علي ما عطانيش فلوس لحظه ايش عطاك؟ الان لحظه خلينا نفهمك لحظه يا نور يا نوف يا نوف العشقي يا نوف العشقي يا نوف العشقي يا نوف العشقي تفضل من فضلك خلينا نكمل من فضلك يا نوف العيش خلينا نجاوب نقطة مهمة ذي الحكومة التونسية نتاع النداء والنهضة أعطت أربعة يا ودي خلينا نتكلم خلينا نجاوب يو كان نوت معناها force me to answer you the way you like دعني أجيب بما أرغب أن أجاوب أرغب جاوب ولكن حاول جاوب على السؤال السؤال كل الحوارات في العالم اليوم سؤال جواب اليوم حكومة النداء والنهضة أعطت 4 مليون دينار تونسي 4 مليارات أعطتهم باش يعملوا احتفال في الساقف عاصمة للثقافة العربية الناس كلها اعتبروا انه هذا كان خيبة كبيرة برشا برشا تونس دوحة الثقافة انا جاني اعلان اقل من يمشي للشروق وللانوار وللافلام ولغيرها اعلان للسياحة
اليوم أليس من حق المستقلة أن تعلن للسياحة التونسية؟ ولكن البغض والقلوب الكاسحة بالعكس كل معنا اسمع أنا كل معنا ما نبغضوكش لأنه أنت في وقت من حقك أنت ما تبغضش رجال الأعمال أنا مانيش نبغض رجال الأعمال أنا نحب نوفر ليهم اسمعني رجال الأعمال أنا نصيرهم الأول يدفعوا الضرائب يدفعوا الضرائب وأنا نصيرهم أي طبعا أنا محاميهم يدفعوا الضرائب كلام منطقي كلام لا يختلفوا فيه نعطيك مثال ادفعوا الضرائب سنقضي على الفقر نعملوا التعليم نعملوا الصحة كلام سنة أولى ابتدائي يا سيدي هاشمي الناس الكل متفقين فيه كلام شنو شنو الجديد اللي جبتوه يا اخي تعرف انت عجز الصناديق الاجتماعيه تعرفوا قداش تعرف مشكلتهم تعرف حاجه تنظر علينا تنظر يا سي هاشمي كلنا مع تفسر الخير بانه خير لحظه يا نوفل نحب الخير للناس لحظه يا نوفل غالي لحظه يا نوفل غالي جبت التعليم لا ثاني جبت التعليم بلاي لحظه عندي باش ننضم انا للحزب نتاعك بعد اذنك وعندي برنامج انتخاب برنامج الانتخاب بكل التوانسه سعداء كل التوانسه يعرسوا كل التوانسة يمشيوا شهر العسل كل التوانسة يخدموا كل التوانسة الصحة كل التوانسة عندهم بريم كل التوانسة جمعياتهم تهز البطولة حتى هذا برنامج يا سيدي هاشمي الآن الآن كلام نظري ما فماش دراسة مريت حتى دخلت المواقع الآن خلينا دخلت الحزب المواقع الباج فيسبوك التويتر مريت حتى دراسة صحيحة اقتصادية فيها رقم ولا فيها معلومة فيابل الآن خلينا نجاوب كله تنظير كله الان اعطيني انت في الان عندي الحق نجاوب اعطيني موقع دخلت كل ما فما هاشمي حمدي طير محبه العريضه ما لقيت حتى دراسه جديره بان عيطولها دراسه اقتصاديه تفسر كيفاش تعطي الصحه للناس الكل تفضل اولا اسمعوني يا جماعه 30 ثانيه بعد ما تكلم هو خمس دقائق وسخر برنامجي وصور بطريقه كاريكاتوريه 30 ثانيه نتاعك معناتها درجين نعرفها باهي اسمعوني الذي يحصل في تونس اليوم هو كلام الاخ نوفل حتى بدون قصد ربما هو يعمله تو باش يخلي الحوار صعود لكن هو التيئيس هو تيئيس الشعب التونسي من الاصلاح نعطيك من ثلاثه امثله مش تيئيس خلينا نتكلم انت قلت رايك خلينا نتكلم الان انا عندي انا السياسي الوحيد اللي قدم برنامج واضح مفصل للعداله الجبائيه في تونس كيفاش باش ناخذ الضرائب على حسب الدخل ومنشور في موقعي في الانترنت تدخل لحظه نتكلم مش الحاجه الثانيه انا قلت نحن باش نشغلوا 500 الف تونسي الى ان اذا نجد لهم عمل مش باش نشغل باش نعطيهم 200 الف باش نعطيهم 200 الف مقابل يومي عمل خلينا نكمل كلامي 200 الف ما تجيبلكش 20 كيلو فلفل يا سيدي خليني نكمل كلامي شنو هو خليني نكمل كلامي بالنسبه لك انت لانك انت بلاش فيك انت بالنسبه لك عايش مع الخضره بالنسبه للتوانسه 200 الف ما تعنيهم حتى شيء لكن والله الناس اللي شفتهم انا اللي شفته يخدم في محطه بنزين مهندس متخرج بشهاده هندسه ست ايام ب 200 دينار والله تعني له برشا 200 دينار والله انه يعيش عبدا ب 200 دينار يا توانس انا جو 200 دينار والله افهموني خليني نكمل كلام ارجوك انا اللي نحب نعمله انا نحب نقول لكم القالوا خدمه مش تعطي 200 دينار القالوا خدمه الى ان اجد لا الى ان اجد له عملا لا يجب ان ندعه يموت الى ان اجد له عملا يعني انا الان يا جماعه حكومة البرجوازية اللي حاكمة في تونس تعطي مليار للبنوك وتبخل بها برا 150 بنصفها على بيراني وامراني وبعد ما ماتت راني عطوها في العلاج ولما انا ندعوكم نقول لكم اسمعوا عندنا 30 مليار عندنا 30 مليار نبداو بالاولويات بحق الشغل اخر حاجه اخر حاجه لحظه ذكر المدارس ذكر المدارس ذكر التعليم تعرفوا الان الاغنياء يبنون المدارس ل ابنائهم معناتها شعارك اغنياء فقراء استنى خلينا نكمل نتكلم كلامي تاع تحب البلاد دخلها بعض اغنياء فقراء خلينا نكمل خلينا نتكلم يرحم والديك تفضل به الان انتم تعلمون الحاضرين هنا واللي تفرجوا فينا ان الاغنياء يبنون المدارس لابنائهم وان مدارس الفقراء لا فيها تواليتات ولا مصالح للشراب وحتى فيها المصفير وفيها الجرب حاجاكم انا نحب نرجع الاعتبار للمدرسه العموميه هذا الكلام قال وزير التربيه ويعدينا في الصوره وزير التربيه انت عارف الطبقه البرجوازيه ماشي يوزع في التابلتات هنايا ما حبش يمشي لام مريم اللي مريم شفت يا بنتي الشجره هذه غادي مريم هذه اللي ماتت في بن علي خليفه كيف مزيانه وسمحه وما تتخيلش كيفاش صغيره عمرها 12 سنه ماتت من بوصفير الفقراء عندهم حق في البلاد كيفكم ذوي الاحتياجات الخصوصيه عندهم حق يحقق واضح ولن نصمت والله الذي لا اله الا هو صادق صادق لن نرضى
بعد ما عملنا الثوره هذه لا الا بالحق الا ما كل واحد تونسي هنا عنده الحق في الكرامه وفي الشغل وفي الصحه ومن غير مزيه للطبقه المتحكمه في الكرامه. معناتها التونسي راهو التونسي الان اللي ما عندوش اللي ما عندوش حاجه هذا عنده كرامه يا سي الهاشمي اللي ما عندوش دفتر علاج هذا عنده كرامه يا سي الهاشمي راهو قولوا لي بالله اللي ما عندوش دفتر علاج سي الهاشمي معك بعد ابن سي الهاشمي التونسي راهو التونسي راهو ما انتخبكش لانه يعرف اللي كي ينتخبك مش باش تحقق له الكرامه. لا 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 يعرف انه هذا انت توجيهك للراي العام التونسي كلام لا مانيش توجيه انت المفروض انت كمثال انت كتونسي لماذا تعارض حق الفقير في دفتر العلاج؟ انت نوفل ورتالي ربي نبي عليك لماذا تعارض حق الفيرانيا في دفتر العلاج؟ اسالتني نجاوبك انا لا اعارض حق الفقير في دفتر العلاج بل اعارض من يستغل حقوق الفقراء ليصل الى الحق. طيب اوكي انا اترك الحكم اعطيها دفتر علاج لانه رانيا سامحني رانيا لهنا كانت امها وابوها قاعده وتونس توينس الكل عرفوا ماساه رانيا في البرنامج هذا لكن هذا ما الحل ولكن لماذا لكن ترفض اعطي الحق دفتر العلاج؟ لا نرفض علاش البخل؟ نرفض انك تخدم علاش البخل؟ طيب انا واجبي ندافع نرفض انك تخدم انا واجبي ندافع عليهم نرفض انك تستغل انا تعلمت ما نحبش نستغلهم انا تعلمت باش ندافع عليهم لا علاش ما تدافعش عليهم انت؟ ندافع عليهم علاش ترفض حقهم في دفتر العلاج؟ انا ندافع عليهم علاش انت خرشي علاش؟ لا علاش قلبك اسود كم تونسي؟ علاش قلبك قاسح؟ نرفض هذه حقها لحظة البنيه هذه البنيه هذه علاش ما عندهاش دفتر علاج؟ عندي سؤال خارجي علاش انت شنو البونتو اللي في قلبك؟ نرفض عليها باش ما تدخلش لحظة نرفض انك تكذب عليهم باش توصل للحق ما نكذبش عليها انا لبس عليا مفرهد عندي قناتي عندي فلوسي عندي شعبيتي انت لا 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 السلطة مسؤولية عندك رغبة عندك رغبة مرضية في السلطة لا انتم تحبوا تهيمنوا على الحكم انت والناس اللي معاك انت والطبقه البرجوازيه اللي تتحكم في الاعلام وتتحكم في السياسيين ما تحبوش الفقير ياخذ دفتر علاج هذه نزح واضح واحد ذوي الاحتياجات الخصوصيه يمنعوه من حقه في الحد الادنى من الكرامه في بريطانيا يا بناتي في بريطانيا في بريطانيا ذوي الاحتياجات الخصوصيه حتى في الملاعب حتى في الملاعب يعطوهم حقوقهم ولكن ولكن في تونس ذوي الاحتياجات الخصوصيه منسيين وإذا دفعت عليهم قالوا التاجر سي الهاشمي واضح واضح باهي سي الهاشمي سي بون راهو سي راهي وصل نمر لما بعد لأنه راهو إذا أنت باهي خلينا نمروا للفقرة اللي بعد إذا أنت باش تحكمنا يلزم تتحلى بشوية برود الدم لأنه نهار آخر تبدا رئيس دولة نتكلم أنا تو يجيو يشنقلوني ما نخاف لا ما نشنقلكش فوالا فوالا رد بالك ما تولى رئيس دولة باهي باهي صحح لي إذا وصلت اطمن إذا وصلت رئيس دولة بعد عمر طويل ينجموا يشنقلوني باهي لا سي الهاشمي صحح لانه على اسئلتي ولكن هو باش يمر باختبار استاجير اللي باش يساله اسئله سي الهاشمي يلزم يحافظ على برد اعصابه استاجير توا سي الهاشمي لحظه في البرنامج الاقتصادي توا كرجل سياسه ساعه فما ايش باش نقول لك كان عندك مستشارين راهم دبروا عليك بالغلط فاش ما عادش تغني وما عادش تعمل جو ما عادش كذا راهو هذاك اللي حبب التوانسه فيك مش الصياح والعياط فوالا معناتها كان عندك مستشارين اقلهم الكل وجيب مستشارين جدد ولا القدم هذه سامح عندك الشركه نتاع الاستشارات واحنا نحضروا مش نقول لك واحنا نحضروا في البرنامج وما تحكي لناش على الغنيات اكثر حاجه حبت التوانسه فيك كل الجو كل الغنية وكل واحد عندك شركه نتاع الاستشارات معناتها جيت انت جيت انت به معناتها جيت انت ليه وغنية وجدية وكذا لا 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 توين سحبوا فيك كل حال كي وليت هكا تحكي وكشكشك طالعة هك شفت في الانتخابات الرئاسية خليوك في التسلل به خليني الرابع الرابع يعني الرئيس الجاي بحول الله الاختبار مع استاجير هل سيحافظ سي الهاشمي على برودة أعصابه؟ سي الهاشمي أنا سعيد باش نعمل معك حوار سي الهاشمي لو كنت رئيس حزب شنو هو أول قرارات تاخذهم؟ لو كنت رئيس حزب انا رئيس حزب ديجا رئيس سي بيان امشي سالي سي الهاشمي عام 92 استقلت من النهضه في الفتره هذيك ابار استقالتك النهضه شنو هي ربحت؟ النهضه وقتها انا استقالتي كانت تمهيد باش نعمل جريده المستقله قناه المستقله وباش نوفر صوت للفقراء اليوم يدافع عليهم ويوصل صوتهم للعالم ويخلي لهم قوة، تعرف الإعلام قوة. اليوم اللي ما يلقاش فرصته في الحوار التونسي يلقاها في المستقل. صعيب شوي، مش مشكلة. لا مضبوط كل يوم لحظة، كل يوم من في السبعة، ركز معايا، السبعة نتاع العشية، التسعة نتاع الليل، العشرة ونص نتاع الليل،
كل الذين لا صوت لهم في تونس صوتهم قناة المستقبل. سي الهاشمي، نعرفوا الناس الكل اللي انت غنيت قبل الانتخابات الرئاسية وترشحت للرئاسة، في بالك انه توانسة باش يصوتوا لك وتولي رئيس؟ يا سي الهاشمي كي تغني وتحب توانسة يصوتوا لك وتربح، شارك في ستار اكاديمي مش الانتخابات الرئاسية. لا انا لانه في امريكا وفي بريطانيا عادي السياسي غادي هو جزء من حياه الناس. هذا اقوى تصريح ليك. تفضل. قلت لو كنت رئيس حكومه تو تشوف شنو نعمل لكم. قلت الصحه، النقل، الماكله، وكان لزم السكنه بلاش. كي تحكي هكا ما نحسكش سياسي، نحسك حمد سطور. والله يا سطور يا ابني، والله يا سطور يا ابني، لا يوم من الايام انا قلت الكلمه هذه. انا قلت لا أنا تفرجت والله بعيني. والله يا سطور يا ابني كان كنت غلط عيوني غلط ما لازم يعطيوني تحليل. عايز استاجر سلي بعد. اش معنى قلت سكن بلاش؟ اش معنى؟ انت اش معنى؟ ما قلتش انا، قلت حاجه برك. قلت التونسي افهمني ولدي، وبي رانيا وام رانيا عندهم الحق في دفتر العلاج قبل ما تبدا بنيه. لكن انت يا سطور يا خويا ما انتبهت، ما حبيتش تعرف ايش عملت. لا واضح، انت عشت في لندن بلاد الديمقراطيه، معناتها من المفروض تكون تعلمت السياسه على قواعدها. انت نحسك تعلمتها على مستر بين. انت يا اخي مستر بين، لانك ضحيه نتاع الجو السياسي في تونس، تعتبر الدفاع الفقراء مستر بين. اخطانا ضحيه. انت سي الهاشمي كان تعمل 1% من الميزانيه نتاعك تو تقضي على الفقر. انت الفقراء والفقر، معناتها انت حاسس بالفقراء. انت تظن عايش في لندرا. انت تظن يا سطور. انت يا سطور ماني سطور. انت تظن يا سطور انه لما الوليد هذايا مات في سند تحرر مرتين، انت عاونته ولا الحكومه التافهه الحكومه نتاع البرجوازيه عاونته؟ انا اللي مشيت عاونته اللي زرته. جميل. علاش انت يا ابني شكون مكلفك باش انت تحاول تتمسخر على من يدافع عن الزوايا؟ لا سي الهاشمي انت اكثر واحد مؤهل تعرف اللي البرامج هذه تتمتع بنسب شيء ذا ليت شو ذا لات نايت شو. حتى هذا كان تقول في دورنا اقوى منه. اقوى منه. فوالا هذا تصريح معناته انا نعتبره خساره. قلت انه بطلت الاغنية وهذه خساره معناتها كبيره. ما تقوليش زاده باش تبطل الكوميديا. شوف انا هدفي اسمعني. اذا تعتبر جاوبني على السؤال. انا راني مانيش كيما اذا تعتبر بطل كوميديا. اذا تعتبر يا سطور اسمع يا سطور. اذا يا سطور تعتبر ان زيارتي البي علي بن خليفه وتعزيتي لبنيه مالي مريم الله يرحمها ودفاعي على حق شباب تونس ذريتهم في المدارس نظيفه وحمامات نظيفه، اذا تعتبرها كوميديا لا أنا فانت لا. والله العظيم يا ابني سطور معناها مسكين والله مسكين جدا والله. ليه؟ سؤال اخير سي الهاشمي. اه يا ابني. هل ترى روحك خليفه نصر الدين بن مختار؟ شكون هو نصر الدين بن مختار؟ هو فكاهي معروف في تونس. لا أنا توفى الله يرحمه. سابروف لي انت ماكش عايش معنا. لا تعرف حاجه. اشهر عبد في تونس. تعرف انا شكون خليفه؟ شكون انا؟ خليفه بحول الله مستر بين. التوانسه اللي حرمتوهم من دفتر العلاج. اختار وانت اللي حطيت بيراني مزينه مراني. بيراني يا قلب الكاسح. ليش نحبك تسمع معنا في الختام درج سي رمزي. هذا مواطن نجح في حياته. ما نجحش برشا، مواطن صنع قصه نجاح بعد معناتها متخرج وصناعة نزاح. نستقبلوا سي رمزي. مرحبا. ما هو احنا ما نحبوش الزوالي اللي يتعاون، احنا نحبوا الزوالي اللي يصنع روحه بروحه. مرحبا بك سي رمزي. عشت. مرحبا بك سي نوفل، نشكرك على الاستضافه. لو تحكي لنا على حياتك، كيفاش قست عليك الظروف من الاول وتعديت فترات صعيبه؟ انا سي نوفل بديت حياتي من الصفر، قريت في مدرسه صغيره، خرجت من القرايه خاطر صاروا لي برشا ظروف. بديت خرجت قصيت من القرية وبديت نخدم على روحي. شنو ظروف صارت؟ انا سي نوفل بابا توفى وانا عمري 7 سنين. يا اخي قصيت، دبرت شويه راس مال صغير وبديت نخدم على روحي. شنو تخدم؟ انا سي نوفل 5 سنين نبيع في المشموم في سيدي بوسعيد. لي فو لي رون بوان. 5 سنين تبيع في المشموم؟ اي نعم سي نوفل، ولا عمري استعرت منها ولا خبيت خاطر هذيك ظروفي. في 5 سنين المشموم ما صارولكش مشاكل؟ صاروا لي برشا مشاكل، مي الحمد لله تغلبت عليهم وتجاوزتهم.
معناتها فريق الاعداد قالوا لي اللي انت تجاوزت معناتها بطلت من المشموم الحمد لله حياتك تحسنت. اي نعم بطلت خمس سنين مشموم لميت معناتها راس مال باهي لاباس به حليت مشروع خاص بيا نخدم لحسابي ونخدم معايا في شكون زاد. تخدم في باهي شنو المشروع الجديد؟ نبيع في سبونتيرس قدام المرشي. شنو تبيع في سبونتكس؟ راه هذه هي ما عادش مش وليت غنية ولا حاجة. اش من غنية ولدي فاش تحكي؟ وشنو اللي تخدم فيك شكون؟ معك شكون؟ تخدم عليك معمل؟ لا ولد عمي شد علي النصبة كيف نروح. بص طلع فيه أنا الصباح معناتها للساعتين وهو يكمل من الساعتين للستة. تبيع فيش في سبونتكس؟ سبونتكس نعم. وماشي يا سبونتكس؟ صافا ماشي الدولاب قاعد يدور شوية مصروف باهي صافا الحمد لله لاباس. يعطيك الصحة رمزي تفضل شكرا لك. بارك الله فيك عاشك. سيليزمي معناتها الوقت جربنا ونحب نخلي لو ماكسيموم الحوار هو طويل ولكن ممتع الحديث معاك. خلي نقولك خليك هكا حاجه برك كفصل القصات وتخرج من البرامج وتتنرفز واحد حاول باش تنحيها طبيعه فيك في كل حاجه حتى كان فما نوع معناتها متفدليك واحد راهو ديما عمرنا ما نقصده معناتها بحسن النيه باعتبارك وجه سياسي ندلوا عليه ونحكيوا معاه بطريقه واي سورتو انت توصل ميساجك دونك ابار دفتر العلاج شنو تحب تقول في كلمه الختام؟ حاب نقول لك وللشعب حاب نقول لجمهورك صراحه كنت تسمح لي نخاطب الجمهور نتاع برنامجك تفضل ونقول لهم عندنا فرصه مناك تاريخيه ربي اكرمنا بالحريه في مصر التظاهر يودي للحبس 20 سنه الحمد لله تعذيب نحن الحمد لله عندنا الحريه اول شيء ما لازمش نخلوا الباجي ولده معناها يضيقوا علينا الحريات ابدا ثانيا بريطانيا ماهيش تو حاليا متقدمه لانها عندها مستعمرات لا لانه ثم حكم القانون وثم العدل الجبائي والعدل الاجتماعي اذا تقفوا معايا واللي ثلاثه حاجات اساسيه حق العمل او حق منحه في البحث عن عمل واحد اثنين حق كل تونسي فقير في التغطية الصحية على حساب دافعي الضرائب نحن مع بعضنا نتبرعوا لكل تونسي فقير نعطوه حق كرن العلاج ونجبر نواب الشعب والوزراء باش يداووا في السبيطارات وإذا نصلحوا المدرسة العمومية ونرجعوا ونتعلموا من تجربة كوريا الجنوبية والدنمارك وفنلندا ونعملوا تعليم عمومي قوي أولادنا يطلعوا بهين أولادنا يبعدوا على الزطلة أولادنا يبعدوا على الدخان أولادنا يبعدوا على الشراب شبابنا يعاود بحول الله يكون قادر باش يبني تونس ويخلي رايتها خفاقة ولذلك الآن جاء الوقت التغيير يا سي الهشمي كان يبعدوا على الزطلة نجموا ما يصدقوش الخطاب هذا لا والله العظيم والله يا أبنائي وبناتي يعني كوريا الجنوبية كانت أفقر منا والله يا أبنائي وبناتي ماليزيا كانت أفقر منا ولكن جو حكام ينحازوا للطبقة الضعيفة ويقيموا العدل فمشات امورهم وتقدموا علينا اشواط نحن هنا يعطيك الصحه سي لا تدعوا للياس منفذا الى قلوبكم وقفوا معايا زلزم الليل راهو ما يطيح الرطل كان الكيلو باش نغلبوا الباجي ولده والغنوشي وجماعته وكل الاعلام اللي معاه لازمنا ضربة لا الاعلام اللي تقصد عليه يلزمنا 2 مليون صوت يسكتوهم تماما وان شاء الله نوفل إن شاء اليوم انك شفت يعني كملت الحلقه كلها ما انا الا نشكرك اللي بديت الحلقه واللي كملتها ان شاء الله نوفل ان شاء الله نوفل انا جيت اليوم باش قالوا لي جاني واحد من طرف الاخ نوفل اخت صحفيه قالت لي هاي ورقه بيضاء نحبوا صفحه جديده بيضاء فانا جيت الحوار التونسي ان شاء الله راغب ببدايه صفحه بيضاء جديده اعطونا معاكم يعني 10% من وقتكم لا انت ترفض ما تحكيش لا لا نحكي لك محمد صاحبي وبقيه قياداتنا في مريم وكذا ان شاء الله وان شاء الله اذا كان هكاك معنا بحول الله تولوا اصلحتم اللي فاتت شكرا انك بديت الحوار وكملت بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا كبير على سلاج من حمد فاصل ثم نعود